بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النهاردة هنتكلم على يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، القارعة، الحاقة، الساعة، اليوم الآخر، النبأ العظيم، الطامة الكبرى. فعرفنا الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إنما الحياة الحقيقية هي في الآخرة، هي للمتقين، هي للمؤمنين، هي للصالحين، وأن الدنيا دار فناء، دار عمل، والآخرة دار جزاء. فالعمل اللي انت بتعمله في الدنيا ربنا هيجزيك عنه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا كأنها سوق تبيع وتشتري وتربح، الربح بتاعك يكون هو اليوم الآخر، هو الجنة، جنة الله سبحانه وتعالى، وإنك تحصل الحسنات في الدنيا وتملك كتابك بالحسنات، وما تاخدش الدنيا إن هي دي الحياة الحقيقية. زي ما هنشوف من الآيات، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى شرحها لنا وما فيهاش، مش محتاجة تأويل وتفسير، واضحة بلغة عربية فصحى الإنسان العامي بيفهمها، آيات واضحة بس ينقصنا العمل بها، العمل بها. فنجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ربنا عايز مننا ان احنا نكون على يقين ان هناك آخرة، لان في كتير من الناس بتكفر بالآخرة، يقولك مفيش يوم آخر، مفيش حساب، مفيش جزاء. ربنا عايز من المؤمنين، ربنا عايز من المتقين ان هم يكونوا على يقين ان هناك يوم اخر، يوم حساب، يوم جزاء. ويقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، منافقين. ربنا بيعرفنا نوع تاني من الناس، هيقولوا ده احنا بنؤمن بالله واليوم الاخر بس هم في الاصل مش مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا نفاق، هو بيخادع الناس وكأنه عايز يعني يضحك على ربنا، يعني بيكذب على ربنا. أنا بنؤمن بالله واليوم الآخر، ها ربنا قال عليهم وما هم بمؤمنين. ده صنف تاني من الناس في حال الدنيا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صريحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية صريحة للذين هادوا والنصارى والصابئين، اللي منهم بيؤمن بالله حقا واليوم الآخر وبيعمل صالح في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أهل الكتاب، أي كتاب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح هنا أن ربنا هيحاسب الناس يوم القيامة،
مش عشان عمل شيء سيء في الدنيا فهو سيحاسب عليه في الدنيا. الحساب يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الجزاء. في بعض آيات ربنا سبحانه وتعالى زي الأمم السابقة، قوم فرعون وعاد وثمود، ربنا عطلهم العذاب في الدنيا، له في ذلك حكمة نحن لا ندريها. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، ملناش فيه. إنما في عموم الناس ربنا هيحاسبنا يوم القيامة. منين الكلام ده؟ من الآيات، من الآيات. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، عن اليهود، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وكمان في أصناف من الناس ربنا سبحانه وتعالى هيغزيهم في الدنيا وهيعذبهم في الآخرة. يعني بعض من الناس زي مثلا الظالم، ربنا سبحانه وتعالى بيغزيه في الدنيا، بيعمل له خزي، حياة فيها إهانة، وفي الآخرة له عذاب عظيم. زي مين؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كده بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بيخزيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بيديلهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لابد إن احنا نؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويقول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كل دي آيات بتوجه وترشد الناس إن هم يؤمنوا بالله واليوم الآخر. ويقول تعالى: فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هو همه في الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. عشان محدش يعتقد يقول هو ربنا هيحاسب الناس دي كلها ازاي. انا مش متخيل من ساعه ما خلق ربنا سبحانه وتعالى الناس او ادم لغايه يوم القيامه، يوم الدين، هيبقوا ناس ياما جدا جدا جدا، مليارات 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 مليارات، هيحاسبهم ربنا ازاي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في نهايه الايه: والله سريع الحساب. وفي ايه اخرى يقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني كان مؤمن وارتد، مؤمن وألحد، مؤمن وكفر خلاص، وقال لك أنا لا ديني وأنا لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا بعتقد في الإله بتاعكم ولا 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 ولا، الكلام ده كله اللي بيحصل في هذه الأيام. ربنا قال إيه؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. آية أخرى هي بيقول ربنا سبحانه وتعالى أنه هيعذب الكافرين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كأنك لما تعاهد ربنا سبحانه وتعالى على إيمان، ها، وبعد كده تبيع هذا الإيمان
في مقابل إلحاد أو كفر أو شرك أو أي ما كانت المسميات، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن مفيش لك خلاق في الآخرة، إن كأنه ذم، كأن ربنا سبحانه وتعالى اللي هيكلمهم يوم القيامة دول شرف لهم أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم، كأن الله سبحانه وتعالى الذين ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة، الذين يزكيهم في الآخرة فهذا نعيم. أما أنت يم أن عهدت الله سبحانه وتعالى وبعد كده بعت الإيمان بتاعك تمام وألحدت وكفرت وبقيت ملحد، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي حد لا يتبع الإسلام وهو الاستسلام والخضوع والخشوع لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يشرك بالله في عبادته أحدا، ده الإسلام. أنت وجهتك هو الله سبحانه وتعالى، أنت تسلم بجسمك وعقلك وروحك ونفسك وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. اللي بيعمل كده ده في الآخرة مش من الخاسرين، إنما اللي ما بيعملش كده هو في الآخرة من الخاسرين. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اللي عايز ياخد ثواب الدنيا دي هياخد منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس والمؤمنين وكل حد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والرسول يدعوكم في أخراكم. لربنا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا للآخرة، فيزم الله سبحانه وتعالى الدنيا الناس اللي بتستخدمها استخدام سيء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. الآخرة خير لمن اتقى، يعني كل المؤمنين والمتقين هم في عملهم كلها عينهم على الآخرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعيشهم في الآخرة عيشة هنية، عيشة فيها كرامة، عيشة في الجنة، عيشة برضا الله سبحانه وتعالى، أن الله يكلمهم، أن الله يزكيهم، أن الله ينظر إليهم، هذه كلها رحمات من الله سبحانه وتعالى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل كده أن الله سبحانه وتعالى بيقول: يا من آمنت بالله، يا من آمنت باليوم الآخر، يا من عملت صالحا ما تخافش، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم لا في دنيا ولا في آخرة ولا هم يحزنون. إذا كنت ما تخافش، مش عايز تخاف على نفسك ومش عايز تبقى حزين ها في الدنيا والآخرة، آمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وآمن باليوم الآخر واعمل صالحا، واعمل صالحا. ويقول تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن الحياة دي كلها لعب ولا لعب ولا. طب والآخرة خير لمين؟ اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى بقى، اللي بيصلي، اللي بيصوم، اللي بيزكي، اللي بيعمل الصالحات، ها، اللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى، بوحدانية الله سبحانه وتعالى.
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. زي ما قلنا قبل كده، ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الناس دائما أفلا تعقلون استخدم عقلك، إن الآخرة خير أفضل من الدنيا. الدنيا دي دار ابتلاء، إنما الحياة في الآخرة. هتعيش الحياة الحقيقية في الآخرة. ويقول تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كل التركيز على الآخرة، الحياة في الآخرة، من الحياة مش في الدنيا. 50 60 70 80 سنة اللي انت بتعيشهم، ما هيش هي دي الحياة. الواحد يقول لك: انا واحنا هنعيش 100 مرة، دي هي حياة؟ لا، هي مش حياة واحدة يا حبيبي، لا مش هي حياة واحدة، دي حياة الدنيا. اما حياة الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: خالدين فيها، خالدين فيها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عايز الزينة بقى والمال والأولاد والبنين والدنيا كلها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عايز حساباتك في الدنيا، اتفضل كل حاجة اللي انت بتعملها خد حسابك اهو. بس شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بيقول ايه: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خدت حسابك كله، خلصت الحساب كله، ها صفرت حسابك في الدنيا صفر. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. حط بقى الكلام ده كده في دماغك، وشوف في الدنيا أفضل ولا الآخرة أفضل. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالدعوة ما تفرحش بالدنيا، الدعوة افرح بحسناتك يوم القيامة، بإيمانك بالله سبحانه وتعالى، بتوحيدك إياه، بالإيمان بأن هناك يوم آخر، يوم حساب، يوم قيامة، يوم الدين. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. بس أنت حابب الدنيا بتفضلها على الآخرة؟ عيشني النهاردة وموتني بكرة والكلام اللي هو في حب الدنيا، خلاص عيش وبتصد عن سبيل الله وعاوز الدنيا كلها ماشية شمال، ماشية ويبغونها عوجا، فانت في ضلال بعيد. ربنا سبحانه وتعالى وصفك بكده، انت في ضلال بعيد. لو انت بتحب الدنيا وبتفضلها على الاخره وبتصد عن سبيل الله ولا بتصلي ولا اي حاجه وعايز الدنيا كلها مش على الصراط المستقيم، انت في ضلال بعيد. ويقول تعالى: الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيوصف اللي مش بيؤمن بالاخره بايه؟ القلب بتاعه منكر ومتكبر، لأنه إيه؟ لا يؤمن بالآخرة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا قرأت القرآن، ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى عن مين؟ أعمى عن إيه؟ عن أعمى البصر؟ لا لا لا، أعمى البصيرة، لأنه لا يرى القرآن، لا يرى الإسلام، لا يرى الصلاة، لا يرى الصوم، مش موجود، عايش وكأنه مش عايش، أعمى مش حاسس بالحاجات دي كلها.
ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني بيعبد ربنا متذبذب كده، وانا يا ترى في يوم قيامة ولا ما فيش يوم قيامة؟ طب خليني كده اصلي وبعد كده اسيب الصلاة على حرف. ده خسر الاتنين، خسر دنيته واخرته، حبس نفسه عن بعض المعاصي في الدنيا وخسر الاخرة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. واحد مزاجه كده كده، البت المحجبة ولا او المنتقبة، لا عاوز البنت دي او الست دي تقلع النقاب، تقلع الحجاب. طب انت مهالك، انت عايز ليه الفاحشة تمشي بين الناس؟ هو مشيت بعريانة او مشيت من غير حجاب او من غير نقاب، ها؟ والناس كلهم انت عايزهم شمال، انت حابب كده، انت حابب ان المؤمنين دول يسيبوا دينهم ويبقوا العيشه كده سداح مداح زي ما بيقولوا كده، ها؟ والاختلاط بين الرجال والنساء و و و وتشيع الفاحشه كده ويبقى عادي جدا، واللواط، ها؟ والمثليين، تبقى انت فرحان قوي ان حد من المسلمين دول وصل كده، او من المؤمنين وصل لهذا الحد. انت بتحب انها تشيع الفاحشه في الذين امنوا؟ انت ليك عذاب اليم في الدنيا والاخره، في الدنيا والاخره مش في الاخره فقط، ده كلام الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وانتم لا تعلمون. توقع بقى انت عذاب من رب العالمين. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. ربنا هيزين لك عملك عشان ما يبقاش في يوم القيامه عندك حاجه. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ربنا سبحانه وتعالى بينصح النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحنا من بعد منه، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ربنا هيبقى يوم القيامة دوت اللي هيبقى كويس في يوم القيامة وفي مستوى كويس وفي الجنة وفي الدرجات العليا من الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فالحياة الآخرة ما هي السهلة دي، ناس بتقيم الليل وناس بتصوم وناس بتزكي وناس بتحج، كل ده طلبا لمين؟ هو خايف من الآخرة، هو قانت آناء الليل ساجد وقائم يحذر الآخرة وفي نفس الوقت يرجو رحمة ربه، فهي تمنها غالي، تمن الآخرة أو المكانة العظيمة في الآخرة الجنة تمن غالي. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
ويقول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وبعد كده هناخد بعض آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن يوم القيامة، ولكن بمصطلح تاني أو معنى تاني اللي هو الساعة. فنجد الله أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الساعة، بيتكلم أنها إذا جاءتهم بغتة، بيعرفنا ويعرف الناس كلها إن الساعة مش انت متوقعها انها جاية اليوم الفلاني الساعة الفلانية، فانا قبل منها هتوب او قبل منها انا هصلي. لا يا حبيبي، دي هي هتيجي بغتة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انها تأتي بغتة. وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو، ولا الدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم القيامة لما هيشوفوا العذاب هيقول لك: ده احنا الحياة كلها اللي عاشها، سواء 70 80، بنتكلم على الأيام اللي احنا فيها 20 20، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، هيقول عليهم ساعة، يقول عليهم ساعة منها. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بياخدوا عذاب في الدنيا والآخرة، وبعض الناس ربنا بيؤخرهم إلى أجل مسمى، ويوم القيامة الحساب بتاعهم يوم القيامة. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد. تقدرش تسأل: طب ليه حاسب ده في الدنيا وما حاسبش ده في الآخرة، أو حاسب ده في الدنيا والآخرة؟ ما إحنا مالناش فيه أصلا، هذه الحياة الدنيا إحنا مالناش فيها أصلا، لا حياة ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا أي حاجة. هو ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، إحنا نقول سمعا وطاعا وخلاص. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة فجأة تعرف إنك أنت بقيت في يوم القيامة خلاص، أو في القيامة قامت وأنت داخل على الحساب. بقى نركز بقى في الكلام ده كويس، علشان الدنيا متاخدكش في حاجات كتير، أموال وبنين وبنات وطموحات وآمال دنيا لهو ولعب. الساعة جت بغتة، انت واقف الحساب، تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ويقول الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة، كأن الحياة كلها دي بقت ساعة، كانت ساعة. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أنا أعرف ده وفلان وفلان وعلان وجاري وأبويا وأمي وخالي وخالتي والناس كلها وصحابي، كل ده في ساعة، كل ده في ساعة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة.
يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. تدبر آيات القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ تأمل، تدبر، يوم القيامة هيجي فجأة، يوم الحساب فجأة بغتة مش متوقعة، مش متوقعة. فعشان كده سامح الناس كلها في الدنيا عشان ربنا يغفر لك في الآخرة. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الساعة دي لما هتيجي هتيجي كلمح البصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. ويقول تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يوم القيامة كل حاجة تتضح للمؤمن والكافر على السواء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. المؤمن خائف مشفق من الآخرة، والكافر والمشرك منكر للساعة والحساب والآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مش موضوعها هين، صعب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. طب واللي كذبوا بالساعة والكذبوا بيوم القيامة والكذبوا بالحساب؟ بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سلم يا رب سلم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
وأيضا تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عن يوم القيامة والساعة بالحساب الجزاء. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال الله تعالى جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ويقول تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
يقول تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إشارات إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم تماما أن أهل الأرض سيختلفون في الأديان والاتجاهات، فيطلق الحكم سبحانه وتعالى له أن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والقضية دي لو إن كل الناس عرفت إن أنت هنتعايش مع الاختلاف، ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيحكم ما بيننا، تحقن كثيرا من الدماء في أنحاء المعمورة. الخلاف يرد إلى الله سبحانه وتعالى إمتى؟ يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ربنا هيبين الاختلاف بين كل الناس. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يفصل بين النصارى، يفصل بين اليهود والصابئين والمجوس، كل الأمم المختلفة ربنا سبحانه وتعالى هيفصل ما بينهم إمتى؟ يوم القيامة. الآيات دي تحقن كثيرا من الدماء
لأن يوم القيامة سبحانه وتعالى هيفصل بين المختلفين. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مسمى آخر ليوم القيامة اليوم الآخر الساعة يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم الدين. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين يوم الدين. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم مسمى آخر ليوم القيامة يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إن الذين سبقت منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه بعض الآيات في القرآن العظيم التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن يوم القيامة أو يوم الحساب أو يوم الجزاء أو القارعة أو الحاقة والساعة واليوم الآخر والنبأ العظيم إلى مسميات أخرى مفادها أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا الحياة الدنيا وخلق يوم الحساب نحن هنتحاسب كل عمل عملناه وفي الآخر المصير يا إما جنة يا إما نار. يبقى أنت كل عمل بتعمله في الدنيا هتتحاسب عليه في الآخرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا من عباده المتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا ويرضى اللهم عنا
ويدخلنا الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ويحسن خاتمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.